اجي ناخدو معلومات ديال لينكد ان ديال شي واحد، اليوزر والباسورد. الطريقه هي نزرعو في البروسر ديالو شي بروكسي ونبقاو نتسناو ميتم مان ان ذا ميدل بروكسي، وهو غادي يشفر لنا البيانات ويجيب لنا اليوزر والباس باين واضح. اجي نتاكدو بعدا واش ميتم بروكسي عندنا بالفيرسيون بالبرينتين ديال الفيرسيون ديالو. من بعدو غادي نخدموه، غادي يعطيني اول طاب هي فلو، كيعطيني الكي بايندين مكتوب لتحت، يعني ملي غنبرك شنو غادي يخرج ليا، وتعطيني الرقم ديال البور اللي مفتوح فيه البروكسي هو 8080. السيت اللي طالب انا HTTPS، مني غادي ندير البروكسي اللي هو لوكال هوست 8080، HTTP لوكال هوست 8080، يعني هو الميتم بروكسي ما غاديش يخدم على شخص و SSL. اوكي، ملي زدنا السيرتيفيكيت وطلبنا HTTPS هو خدم، وتزاد واحد الاكسيون في الفلوس، يعني تزاد واحد الفلو. هذاك الفلو دابا اللي تزاد ممكن نتحكم فيه، يعني ممكن نديرو سيليكت دوبليكيت ريموف نمشي انترسبت فهمتي، ولكن ممكن حتى نكليك عليه، غير نكليك عليه وغادي يعطيني لي زوبسيون فهمتي، ماشي ضروري زعما نستخدم الكي بايندينز. الكي بايندينز وهاد الكي بايندينز عندهم بزاف، انت غندير على ما تستفهم شحال يخرج لي من الكي بايندينز، هما غادي نهابطني يعني صعيب. شوف هاد الميتم بروكسي على ما قريت في مقالات، يعني صعيب تعلمو دغيا دغيا فهمتي. غادي نديرو كيو لاجل الاغلاق ونوريكم شي حاجه زوينه. الحاجه اللي بغيت نوريكم هي ميتم ويب. ميتم ويب داكشي كامل اللي غادي يعني كشك في الكلي ما عندكش معاه، دابا انترفاس ويب غادي تاخد فيها راحتك في كاع لي زوبسيون. اول حاجه خصنا نديرو هي الانستالاسيون ديال السيرتيفيكيت على حسب النظام اللي حنا شغالين به، ولكن كاين واحد المعلومه وخليها في راسك، شي مرات كنحتاجو اننا انستاليو سيرتيفيكيت في الحاسوب ديال الفيكتيم على حسب لاشيتكتشر اللي عنده، يعني الحاسوب اللي عنده ويندوز لينكس ماك او اس. كان امبورتيو السيرتيفيكيت، وهاد الخطوات فاي درناها شي مره ماشي جوج. المهم الخوت خصنا نعرفوا بلي ميتم بروكسي راه بروكسي كيخدم في البورت 8080 والويب كيخدم في 8081، يعني خصنا نديرو ضروري فوكسي بروكسي ياك، ولا نديرو ندخل السيتينغز ديال فايرفوكس ونديرو انه نخدمو بروكسي في 8080، ولكن اسهل حاجه هي فوكسي بروكسي 8080 ونخدمو هادي، يعني نشغلو داك البور يعني هو اللي يخدم لينا البروكسي. هنا كاين ربعه ديال لي طاب، ريكويست وريسبونس وكونيكشن وتايمين في الفلو، يعني في الطاب الكبيره فلو، حيت كاين طاب كبار اللي هي فلو واوبشنز وستار وفايل. وفلو كاين فيها ريبلاي دوبليكيت ديليت مارك داونلود. المهم في اوبشن هنايا وهنا في ستار عندنا هنايا وثاني انترسبت، هذه هي اهم حاجه، يعني دير فيها مثلا اللينك ديالك اللي دخلتي انا باش تشدو انترسبت، هي بحال قلتي تشد كابتوري. بالنسبه للفوكسي بروكسي راه اكستنسيون كاينه في فايرفوكس، وبالنسبه لي زوبسيون ديالها هما ساهلين. كدير شي تسميه اي كان، حنا درنا بيرب وتايب HTTP والهوست نيم 0.0.1، يعني لوكال هوست والبورت 8080. اما لا دخلنا شي سيت مثلا بحال ديو تري جولدر اللي فايت طبقنا عليه شي هجمات، تجي لتحت مثلا هنا وتلقاه، ومني غادي تلقاه غدير عليه لي زاكسيون اللي بغيتي، من داك لي زاكسيون اللي كاينين فلو.
هاد الميتم بروكسي نتخيلو بحال بيرب سويتش ياك. المهم واش ممكن نديرو؟ كما قلنا ممكن انترسبتيو ياك شي حاجه، انترسبتيو شي حاجه ممكن نعدلو عليها نموديفيوها، فهمتيني؟ المهم هادشي هو اللي غادي نفيد بحال اللي خدامين فيه. سو دابا كاين عندنا واحد الطاب ديال انترسبت، يعني كتحط واحد الموقع، الموقع كتحطو في ديك الطاب ديال انترسبت، هو كانترسبت يعني ما كيشغلوش، ما كيديرش لو بلاي، كيخليه بوس حتى تعدل عليه، هذيك الساعه ممكن دير بلاي. دابا القالب ديال لاتاك اش تي تي بي ريكويست كيفاش غادي نديرو؟ غادي نمشيو لا ماشين ديالنا الويندوز يعني التارجت، نمشيو وغادي نشدو البروسر ديالو، غادي نبدلو البروكسي، البروكسي غادي يبدا يدوز اي حركه دارها في البروسر ديالو غادي تدوز عندنا، يعني الاتش تي تي بي بروكسي هو الميتم بروكسي، فهمتي؟ يعني شنو هو السيرفر ديالنا اللي هو الكالي لينكس ديالنا 116، غنخشيو في البروكسي ديال البروسر ديالو، فهمتي؟ ما غاديش نديرو السيرتيفيكيت، ما انستاليو فيه حتى شي سيرتيفيكيت، غادي نديرو فقط البروكسي فقط ونشوفو شنو غيوقع. وما نساوش البورت 8080 باش يجينيش عندنا البورت ديالنا. المهم الخوت نمشيو للبروسر كما قلنا، غادي ندخلو البروكسي ديالنا ياك، ملي غادي نجيو غادي ندخلو دوك دوك كو، يعني السيرتيفيكيت راه شوف راه فيها مشكل، فهمتيني؟ وشوف السيرتيفيكيت مكتوب سميت اللوجيسيال قال لي حاط السيرتيفيكيت، ميتم بروكسي كاين ولا ما كايناش. ملي غدير مثلا ادفانسد غادي يقول لك مان ان ذا ميدل ديتكتد، ولكن كاين بعدا يضرب صحاب راسو فاهم زعما راه حل المشكله. ادفانسد اكسبت ريسك اند كونتينيو، تما غاتانترسبتي لي كاع جميع داكشي اللي دار او غتشوف داكشي اللي كيدير، فهمتي؟ المهم هادشي اللي كاين. و اس تي بي اس علاش باقي اس تي تي بي اس؟ حيت السيرتيفيكيت هو قبلها. المهم هنا شنو كيبان لك؟ كيبان لك باللي اي حاجه دارها خونا مثلا الفيكتيم في البراوزر ديالو هاي كتطلع لك، فهمتي؟ يعني الاتاك ناجح. المهم دابا هو الفيكتيم دخل لينكد ان، لينكد ان ما فيش سي اس اس. المهم اس تي تي بي اس واخا كاين تحذير، دخل لوجين والباسورد، حنا بغينا يوصلنا بكل سهوله بلا ما نتعذبوا عليه. هنا كما درنا في مقدمه الفيديو، انت كتشوف كيفاش البلان، كدير غير سيرش لينكد ان، لينكد ان بطبيعه الحال سبميت اللي هي فيها الريكويست وريسبونس. هنا الريكويست كتشوفها هي باينه حميد ارباز لو دوت اف اف، فهمتيني؟ ديك البلان عطيت الدريسال. المهم ها هو خدينا ايميل ديالو والباسورد ديالو بكل سهوله